في الحقيقة اللي يجعل من المكتبة مكتبة هو أن توجد المكتبة أولا، وأن يوجد من يحب التردد والذهاب إلى هذه المكتبة بشغف أولا، وبوعي بأهمية وقيمة هذه المكتبة. المكتبة هي في النهاية مبنى يحتوي على مختلف أوعية المعرفة بأشكالها المتعددة، لكن ليس هذا ما يجعلها مكتبة. تحول هذه الأوعية إلى أثر حقيقي ملموس في الإنسان الذي يتردد على المكتبة هو ما يجعل للمكتبة قيمة أو أثر. وأيضا هذا هو مغزى السؤال، أن تتحول المكتبة من بناء كغيره من الأبنية الموجودة إلى أثر. حين تتحول الكتابة الموجودة من مجرد أوراق وأقلام ومخطوطات وكتب ومجلدات نقرأها ويقرأها غيرنا كثيرين صامتين، ثم بعد ذلك يمضي كل واحد إلى وجهته دون أثر، دون صوت، دون فعل، دون أي ارتباط أو ربط بين ما قرأناه وما نفعله وما نعيشه وما ينعكس على حياتنا وحركتنا في المجتمع وفي الحياة بدون أي فاعلية. هذا لا يعتبر نحن ذهبنا إلى المكتبة ولا نعتبر أننا قرأنا. الذي يجعل المكتبة مكتبة هو كل من يقف خلف الكتابة والكتب، كل من يقدم للإنسان المعرفة بالتاريخ العريق لاختراع الكتابة وأدواته. الإنسان هو الذي يحول المكتبة إلى مكتبة حقيقية، إلى أثر في نهاية الأمر، إلى وعي. وعي يحتاجه هذا المجتمع، يحتاجه هو أولا، وبالتالي تتحول المكتبة من كتب مصفوفة ومرصوصة بآلاف وملايين الأعداد إلى حركة. يتحول الكتاب في داخلك إلى حياة وإلى حركة وإلى فاعلية وإلى شأن يصب في اهتمام الإنسان العادي، في حركة الحضارة، في حركة البناء، في حركة النمو، في تماما مثل تتحول المكتبة فيما بعد يتحول اهتمام الناس فيها إلى شعور بضرورته، يعني تصبح على أجندة اهتمامات الإنسان مثل المقهى، المطعم، صالة الرياضة، كوب القهوة، ضرورة أو الاحتياج للسفر، ضرورة أو السعي لارتداء ملابس فاخرة للآخرة. يعني تتحول المكتبة من ضمن اهتمامات الإنسان بحيث أنه يشعر بحالة من القصور أو النقص إذا مر أسبوع لم يذهب إلى المكتبة ولم يقرأ. هنا تصبح المكتبة فعلا مكتبة استطاعت أن توجد لنفسها مكان، ومكان عالي في اهتمامات هذا الإنسان اللي أصلا يعني مبتلى، خلنا نقول بين قوسين، بالكثير من الملهيات والمتاحات الموجودة التي تشغله عن أن يذهب إلى المكتبة. لكن حينما تصبح المكتبة قادرة عن أن تفرض نفسها في اهتمامات الإنسان، تصبح المكتبة مكتبة وليست بناء صامتا مليئا بالكتب وغيره وفقط يعني.